السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أخوكم عثمان مسكين لاجي روهنجا من أحد الأخوان الروهنجيين، والآن حنا متواجدين في مخيم بنجلاديش، وهذا الأخوان اللاجئين مهاجرين من بورما بسبب قتل أبنائهم وأطفالهم ورجالهم ونساءهم، والآن متواجدين في أحد الجبال بنجلاديش في أحد الغابات، يعانون من أمور كثير. بارك الله فيكم. هذا رسالة خاصة لأخوان الجزائريين. يا أخوان الجزائريين، نسألكم بالله إنكم توقف معنا، تساعدونا، تشوف معانانا، حتى أخواننا نشوف ذبحهم الجوع، لا أحد فيه يجي يساعدنا في هذه الجبال. شوف أنظروا في أحوال، لا لدينا مسجد ولا لدينا أبيار ولا لدينا مستشفيات، نعاني من أمور كثيرة. حنا ننشدكم أمانة أمانة في رقبتكم إنكم تيجي تشوف أحوالنا. هذا هي، شوف أنظروا انظروا أحوالنا. أنا راح أنتو حمد شرم نوش حنا ننشدك جزائر ما نشد كل الرأي. أنا راكي خيتوسون جزاء الجزائر المانوش عربي مانوش خدون لترد شرم نشركي خيتوسون কি হন المهم انا ما بطول معكم، ان اشكركم جزيل الشكر انكم توقفوا وتشوفوا معنا انا، وتجي توقفوا معنا تساعدنا. الله يجزاكم بالخير. وهذا شوف بيوتنا وين، انظر في احد لورنسي. انا اخوكم عثمان مسكين مقيم في بنغلاديش، في أمان الله.